السلام عليكم الشباب وش اخباركم؟ ان شاء الله بخير. اليوم راح اعلمكم طريقه مسكه الخيط المقص. اكو هوايه طرق. شوف الشباب، الخيط بالبدايه هيك، قرب الكاميرا حبيبي، شوف على هذا الاصبع، اتاكد هذا الاصبع، تخلي الخيط مالك شوف هيك، ما تخلي يطلع الخيط هيك غلط، تخلي هيك وتفره على كيفك، تفر، ما تشد هذا الخيط، ما تشده حتى ما يصير ايدك زرقاء، على كيفك هيك. خيط جمع لك شويه بايدك، تمام، شوفوا تقطع الخيط، وراها تجي شوفوا بهذا الايد تفتحوا هيك، هاي كافي شوفوا، بعدين تجي تحول، تخلي هالقد بايدك تحول على هذا الاصبع، شوفوا هذا الاصبع، وراها تفره هيك مره مرتين ثلاثه اربعه، يقف طول الخيط لازم يكون هيك. شوف شباب هيك، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، تمام ستة. هسا نجي شوفوا الطريقة، الإيد مسكة الإيد، شوفوا يا الشباب هيك سهلة كلش. الإيد لازم يكون مضبوط هيك، مو راخي، ما يصير راخي. عندنا هواية طرق هنا، شوفوا هواية طرق. نحن نقول هاي الشعر، شوفوا هاي الشعر، أولا نحن ننظف في الوجه، شوفوا هيك ثبت إيده كامل، شوفوا هيك هذا الاصبع يساعد، تخلي هذا الاصبع هنا، شوفوا هنا وياه، تنظف الوجه كامل. نظفنا الوجه نجي نركز على شعرايه حتى نطلع خط. شلون تركز؟ شوفوا شوفوا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، تنظف المنطقة هاي، نظفنا ونظفنا أمورة سريع، بعدين طلعنا خط. نجي نحول نفسنا، نحول نفسنا، شوف شباب نحول نفسنا هيك على هاي المنطقة، نحول اشتغل على منطقة الزلف. شلون تشتغل على منطقة الزلف؟ شوفوا هذا الايد، هذا الايد شوفوا الاصبع، هذا الاصبع عفوا، تخلي هنا تقدم ويا الخيط، تاخذ شعرايه حتى تخلص المنطقة الزلف هاي، واحد اثنين ثلاثة. اول مرة نظفنا، بعد طلع الخط، بعدين خط الزلف هنا، نجي ننظف، يسحب الجلد هو بنفسه، وتجي تنظف هيك. شوفوا شباب بهاي الطريقة، مو عكس العين، تمام؟ لازم يكون هيجي تنازلي، تنازلي اللي جوا حتى ما تخرموش أو العين هيجي. إذا الخيط عندنا صار طويل، شوفوا الخيط صار عندنا طويل ما قدرنا، ليش راح نسوي هذا الإيد؟ شوف هذا الأصبع، نلف هيجي، شوفوا نلف، نلف هيجي يطلع عدا، تمام. وتحياتي للجميع، إذا تحبون أي شيء تقول بالتعليق، تحياتي.